السلام عليكم. دلوقتي هنشوف ازاي نشتغل على ارك جي اي اس اونلاين. اول ما تفتح الموقع arcgis.com ممكن تدخل هنا على الماب، يبدا يفتح لك الخريطه بالشكل دوت، بيقول لك اعمل ساين ان، فبتعمل ساين ان او ممكن تقول له تراي وتبدا تجرب، فهو بيبدا يفتح لك الحاجه الخاصه بيك بحيث ان اي حاجه تعملها تسيفها عندك انت. طيب دلوقتي مثلا ده about بيديني معلومات عن الخريطة وتعمل ازاي، content دي المحتويات اللي اقدر نضيف ليها، legend لو انت ضيف حاجة تبدأ تظهر عندك هنا. دلوقتي هي هنا no legend. طيب هاجي على add، ممكن تدور على layer، ممكن تعمل browse life atlas layer، ممكن تقول له هضيفها من خلال الويب. طب من خلال الويب بتلاقي عندك الاختيارات ديت في اكتر من حاجة، فعندك مثلا WMTS و WMS. طيب محتاج هنا اديله URL، لو انا جيت هنا على الموقع دوت هتلاقي رابط اسفل الفيديو اللي هو viewer.nationalmap.gov/government، هتلاقي هنا ان انت تقدر تيجي على الرابط دوت وتقول له copy link address، او هقول له افتحه عشان نشوف شكله عامل ازاي. هو ده كده الشكل بتاعه. طيب بعد ما خدت كوبي هاجي هنا اقول له بيست، هيبدا يقراه وهتلاقي اد لاير دي اتشغلت معاه وبدا اللون يضيف لي لاير جديده زي ما انت شايف. تقدر تغفل اللاير دي وترجع ليه اللي فات لو انت حابب. هتلاقي ان هو بدا يضيف بعض الاسامي ما كانتش موجوده قبل كده، بعض المعلومات ما كانتش موجوده قبل كده، الطبوغرافيا اضافت، تغير التخطيط بتاع الخريطه. هنا بس ماب تقدر تختار اللي انت عايزه، مثلا عايز اشوف الخريطه مثلا لايت، تظهر معاك بالشكل دوت. تقدر تسيفها بالاسم اللي انت عايزه، بيقول لي احط تاج. تقدر تعمل شير وتشاركها مع اصحابك، هيبدا يديك رابط، الرابط ده تقدر تاخد الرابط دوت وتشاركه مع اصحابك اهوت، وتقدر تشاره على الفيسبوك وعلى التويتر بحيث تشارك الخريطة. ممكن الخريطة دي يكون فيها مكان معين انت ضايفه، مثلا عايز تعرفه المكان بتاعك اهوت، فتبدا تظهر معاك النقطة هنا. ممكن تقدر تقول له انا عايز اعرف الدايركشن بين نقطتين، ممكن تقول له انا عايز اقيس حاجة معينة، وعندك ان الاناليسيز يحلل لك المعلومات بتاعت الخريطة اللي انت مختارها بالشكل ده.